الحمد لله اتكلمنا على النيك تيمينج. في حاجة بس عايز اقولك عليها، يعني قبل ما اخش في البريدجينج، حاجة بس حاجة بسيطة جدا اقولك عليها قبل ما اخش في البريدجينج، ان فاكر الامر ده تيم دي كنترول تيم زيرو ستيت، فاكر؟ ها كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك ايه الانترفيسز اللي عندك والاكتف فيهم مين دلوقتي، وانت شغال ايه، اكتف باك اب ولا لاك بي ولا شغال لود بالانسنج ولا راوند روبن ولا ايه بالظبط. تمام كده مفيش مشكله. بس بص، احيانا بيكون عندك سيرفر، السيرفر ده فيه بورتين وانت مشغلهم ايه، نيك تيمينج. طيب ينفع تقول له انا عايز واحد فيهم يكون له اولويه يشتغل عن التاني؟ ينفع؟ ها يعني ايه؟ يعني بص كده، انا عندي السيرفر اهو وانا موصله بسويتشين اهو. ايوه، السويتش ده وليكن عباره عن، او السويتش ده كبرفورمانس، كاداء احسن من السويتش ده. يعني ده كده مثلا، ده انت شاريه 3850 وده انت شاريه 3560، فده طبعا الاداء بتاعه اعلى من ده بكتير جدا. فانت عايز دايما الترافيك يتبعت من هنا، لو ده داون اوتوماتيك يسويتش اوفر لمين؟ للي تحت بس. فانا عايز ده هو ده دايما اللي يكون اكتف، ده بس هيكون كباك اب بس. ماشي؟ فاحيانا بتحتاج تحط بريوريتي الانترفيس اعلى من الانترفيس التاني. خلاص؟ لو عايز تعمل حاجه زي كده ممكن برضو تستخدم نفس اليوتيليتي اللي هي كان اسمها ايه؟ تيم ان ال. فاكر تيم ان ال؟ كنت اقول له كده تيم ان ال الاول لو عايز تجيب الايه؟ كل المعلومات او الاوبشنز اللي ممكن تستخدمها او اللي انت بتستخدمها دلوقتي، الاوبشنز اللي انت بتستخدمها دلوقتي مع، ها الاول لو كده قلت له بورتس كده هيجيب لك الحاله بتاعتهم. طيب لو عايز تجيب الاوبشنز اللي بتستخدمها مع اي نيك تيمينج ديفايس انت عاملها، بص لي كده، شايف عندك كل بورت والبريوريتي بتاعته، شايف اهو ادى البريوريتي بتاع المعلم ده وادى البريوريتي بتاع الحاج التاني اهو موجود عندك. ها ايه رايك؟ تمام كده ماشي. طيب تعال نغير البريوريتي دي، تعال نغير البريوريتي، اعمل ايه في البريوريتي عشان اغيرها؟ ممكن اقول له كده تيم ان ال للديفايس اللي اسمها تيم زيرو، هعمل لها ايه بالنسبة للبورت اللي كان اسمه مثلا، تعال ناخد البورت ده، انا عايز ده دايما هو اللي يكون اب، هديله بريوريتي اعلى. خلاص ممكن اقول له كده set option اللي اسمه priority خليه لي مثلا وليكن ب100. تعالى كده البريوريتي بتاعته بقت بكام دلوقتي؟ شايف؟ بقت ب100. بص لي كده الاكتف بورت ايه اللي حصل له؟ انا من شويه لو طلعت فوق كده الاكتف بورت عندي كان مين؟ كان ده اللي هو 335. انا قلت له لا انا عايز 503 ده هو اللي يكون الايه؟ البريوريتي بتاعته اعلى. بص لي كده لو جيت تقول له وريني الستيت دلوقتي اوتوماتيك ايه اللي حصل له؟ ها عمل سويتش اوفر، ودى مين؟ ودى الكارت التاني، خلاه هو اللي ايه؟ هو اللي اكتف دلوقتي. ها وضحت الحته دي؟ في مشكله في الحته دي؟ حد عنده اي مشكله؟ ها حد عنده اي مشكله في الحته دي؟ طيب ننقل على موضوع البريدجنج، ننقل على موضوع البريدجنج. ايه موضوع البريدجنج ده؟ موضوع بسيط جدا. هناخده دلوقتي بقى، انا بنتكلم على النتورك والنتورك كونفيجريشن، فهناخده في السكه. خلاص احنا هنحتاجه فعليا لما تيجي تبدا تتكلم على موضوع الفيرتشوال ماشينز، هتحتاجه فعليا لما تيجي تبدا تتكلم على موضوع الفيرتشوال ماشينز. بس بما اننا بنشتغل مع النتورك فتعالى ايه نكونفيجر بالمره بقى، يعني نتعرف عليه. ماشي؟ طيب موضوع البريدجنج ده من ابسط الحاجات اللي ممكن تخيلها في حياتك. بص لي كده،
انا عندي فيزيكال هوست هنا، ده السيرفر بتاعي، السيرفر بتاعي ده حط عليه اكتر من فيرتشوال ماشين هنا، مش السيرفر ده له فيزيكال انترفيس واحد صح؟ والفيزيكال انترفيس ده مربوط دلوقتي بسويتش صح ولا لا؟ طيب كل فيرتشوال ماشين هيكون ليها ايه؟ هيكون ليها فيرتشوال انترفيس مربوط بيها اهو. طيب دلوقتي بقى، دلوقتي انهي مكنه فيهم اللي بتتحكم في الفيزيكال انترفيس بتاع، او انهي فيرتشوال ماشين فيهم بتتحكم في الفيزيكال انترفيس بتاع المكنه دي، انهي واحده فيهم؟ يعني انت لو قلت لدي كده هتخلي لي الانترفيس ده داون، هل ده هيخلي الفيزيكال انترفيس داون؟ اكيد لا، اكيد لا صح. ما ينفعش اي مكنه فيهم تبقى هي المتحكمه بالفيزيكال انترفيس نفسه، لانهم كلهم بيشيروا نفس الفيزيكال انترفيس صح بالعقل، هو ده اللي بيحصل. طيب الحاجه الثانيه، ده كل انترفيس فيهم عاده بيكون له ماك ادرس مختلف صح ولا غلط؟ صح. فانت هتحتاج تعمل حاجه اسمها بريدجز، ده عباره عن سوفت وير بريدج. حد فيكم فاكر البريدجز دي ايام زمان خالص قبل السويتشات ما كانت تظهر وتنتشر بالشكل اللي احنا شغالين فيه؟ ها حد فيكم اشتغل مع البريدجز؟ يا دين النبي من ايام زمان قوي. عارف البريدج ده كان عباره عن ايه؟ شفت السويتش؟ نفس السويتش بس كان بيكون له بورت كده، بورت انبوت وبورت اوتبوت خلاص. عارف اصلا السويتشات دي، السويتش اصلا بيطلق عليه مالتي بورت بريدج، يعني السويتش نفسه عباره عن مالتي بورت بريدج بكل بساطه ماشي كده. طيب معنى كده ان انت عشان تعمل فورورد للترافيك من ماك ادرس او ماك ادرس تاني او ماك ادرس تالت او غيره بقى ايا كان، فانت محتاج يكون عندك زي فيرتشوال سويتش هنا كده، محتاج يكون عندك بريدج او مالتي بورت بريدج خلاص. فانت مضطر يكون عندك بريدجز لسببين. اول حاجه ان ما ينفعش اي فيرتشوال ماشين هي اللي تكنترول الفيزيكال انترفيس نفسه. تاني حاجه لما تفورورد الترافيك لازم في حاجه تاخد الترافيك ده، او لازم في حد ياخد الترافيك ده ويبعته للماك ادرس اللي هو ايه اللي رايح له خلاص كده. والا لو بعت ماكت، لو بعت ماكت جت على الانترفيس ده هتروح لكل الماشينز بذمتك. ده اللي بيحصل؟ لا مش ده اللي بيحصل، ده الباكت بتيجي على الفيزيكال انترفيس راح الديستنيشن ماك معين، بيروح هو واخدها وبعتها للمكنه الخاصه بيها، مش ببعتها لدي وبعتها لدي وبعتها لدي، لا ببعتها للي هي رايحه لها بس. وصلت؟ فانت عايز حد يقف في النص كده يشوف الترافيك رايح لانهي ماك ويبعته للماك المظبوط بتاعه، والا ده الترافيك هيروح له كل المكن، يبقى انت كده ضيعت الدنيا. انت كده يبقى كده لو واحد قاعد على المكنه دي وبيعمل سنيف للترافيك ايه اللي هيحصل؟ ها هيقدر يشوف كل حاجه بتحصل على المكنه دي. انما البريدج بيعمل ايه بقى؟ البريدج بيشوف الترافيك اللي جاي رايح لانهي ديستنيشن ماك ويبعته للمكنه الخاصه بيه تمام كده. فده لازمه البريدجز بس كده. البريدجنج خلص؟ اه والله العظيم خلص البريدجنج. يا شايف السهوله؟ طيب نكونفيجر البريدجنج، نكونفيجر البريدجنج، تعال نكونفيجر البريدجنج كده. ان ام سي ال اي كونكشن شو، انا كان عندي هنا كونكشنز، تعال امسح التيمينج ده بقى ما عادش له اي لازمه عندي. كنا اقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن ديليت للديفايس اللي اسمها تيم 0 وتيم 0 سليف وتيم 0 سليف 2. طبعا انتوا حاسين ان شقه عمركم كله راح صح؟ حاسين ان شقه عمركم راح؟ طيب ما علينا، تعال نكريت البريدج بقى. البريدج بالمناسبه نفس الحكايه مع زي نيك تيمينج. البريدجنج ده انا هعمل فيرتشوال انترفيس، انا هعمل فيرتشوال انترفيس ممكن نسميه مثلا ماي بريدج او اي حاجه،
واقول له انت يا بريدج انت بتكنترول انهي فيزيكال ديفايس وليكن الكارت ده بس كده. اه والله لا اكتر ولا اقل. طيب تعال نعملها كده على طول. ممكن اقول له كده ان ام سي الاي كونكشن اد التايب بتاعه هيكون بريدج، الكونكشن نيم سميه لي بريدج 0 بي ار 0 خلاص كده، والانترفيس نيم برضو اسمها هيكون بي ار 0 بس خلاص كده عملت بريدج. فاضل لي بس اربطه بفيزيكال انترفيس، فاضل لي اربطه بفيزيكال انترفيس. هقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن اد التايب بتاعه ايه، ها هيبقى المره دي بريدج سليف خلاص خلاص. انهي انترفيس؟ الانترفيس نيم بتاعك اللي مربوط بيه وليكن اي ان اي ان او كان عندنا 3-3 اهو. فاضل لي ايه كمان؟ ممكن ادي بروفايل نيم كمان الموضوع ده، ممكن اقول له كده كونكشن نيم البروفايل اللي هديه الانترفيس وليكن سميه لي يا سيدي بي ار 0 داش سليف. بيقول لك الماستر از ريكوايرد، عنده حق. طب الانترفيس ده هيبقى مربوط بانهي بريدج بقى؟ هقول له كده الماستر بتاعك بي ار 0 اللي انا لسه مكريته ان ام سي ال اي كونكشن شو كده. شفت؟ ها خلاص. طيب ان ام من غير، ممكن اقول له بقى كمان حط لي اي بي كده ان ام سي ال اي كونكشن موديفاي بي ار 0. ممكن اقول له كده اي بي في 4 دوت ميثود خليها لي مانيوال، اي بي في 4 دوت ادرس خليه لي يا سيدي الادرس ده 192.168.101.200/24 اهون. خلصنا كده ان ام سي ال اي كونكشن داون لبي ار 0 وان ام سي ال اي كونكشن اب لبي ار 0. شكرا. ان ام سي ال اي كونكشن شو كده تاكيد بس. فاكر التيمينج؟ قلت لك لو انت عملت اب للتيم ديفايس ها مش هتعمل برينج لمين؟ للفيزيكال انترفيس. نفس الحكايه ناقص لك تقول لك ايه ان ام سي ال اي كونكشن اب بي ار 0 سليف خلاص كده. طيب كلام جميل. بعد كده اصلا انت مش محتاج، احنا كنا ببنج هنا على اي بي 200 شايف ايه اللي حصل؟ ببنج اهو شغال زي الفل. ده معناه ان البريدج بتاعي اللي حصل له، ها البريدج بتاعي ماله؟ شغله زي الفل اكتف خلاص. طيب لسه المكنة بتاعتي مش قادرة تشوف الاي بي 200 ده خالص لانه كان مربوط بماك تاني خالص، فانت هتضطر عشان تشغل المكانتين دول مرة تانية ويشوفوا بعض بما انهم الاتنين كانوا واصلين على نفس المكنة انترنالي، هتوقف الاتنين وهتقفل الورك ستيشن وتفتحها مرة تانية، ملهاش حل تاني. دي ده قصور في في ام وير ورك ستيشن، او سطب اي اس اكس بقى واشتغل منه، ده عندك حل تاني كده. البريدجنج خلص والحمد لله، شكرا انتهت كده خلاص. بالمناسبه لو عايز تشوف كل تفاصيل البريدج اللي موجود عندك كنت تقول له كده بريدج كنترول بي ار، مش موجود مش موجود ماشي ما علينا. في عندك امر كده حلو قوي اسمه بريدج كنترول كده، شو هو مش انستولد على المكنه دي بس هتلاقيه موجود انستولد على المكنه التانيه. بريدج كنترول شو اهو هيوريك البريدجز اللي موجوده عندك ماشي. او في اس بقى، الاو في اس ده كان عباره اوبن في سويتش، ده عباره عن انهانسمنت. من اهم يعني البريدج كنترول ده امبلمنتيشن، ممكن لو انت عايز تشغل فيرتشوال ماشينز برضو نفس الحكايه من غير البريدجنج ممكن تشغل حاجه اسمها او في اس او اوبن في سويتش. اوبن في سويتش ده بقى اختراع لانه بيسبورت حاجات البريدجز العاديه مش بتسبورتها، زي مثلا النت فلو. حد فيكم عارف النت فلو بروتوكول؟
اعرفش حد فيكم عارف ولا لا، شبه الاوبن فلو والاس فلو، في حاجه اسمها نت فلو. النت فلو ده عباره عن بروتوكول بيسمح لك، مش كده بس، ده انا بير بروتوكول. يعني انا ممكن امسك كده، لو جيت هنا كده اقول لك عشان افهمك ايه اللي هيحصل، انا عندي المكنه دي موجوده هنا اهي، تعالى ننظف المكنه المعفنه دي، احنا كده بوظنا الدنيا خالص. تعالى ننظف الدنيا دي. النت فلو ده هيعمل ايه؟ النت فلو دي لو انت شغال اوبن في سويتش مش البريدجنج العادي، خلاص ممكن اجي هنا كده واقول له انا عايز الانترفيس او الفيرتشوال انترفيس اللي وصلني بالمكنه دي كده توريني بير ابلكيشن، مش مجرد الترافيك اللي معدي كم ميجا راحه وكم ميجا جايه، لا ده هيقول لك مثلا 20% من الترافيك رايحين للاتش تي بي، ومش عارف 10% رايحين للاف تي بي، مش كده وبس، والسورس الفلاني عمل داونلود لكم ميجا وعمل ابلود لكم ميجا، والسورس الفلاني عمل داونلود لكم ميجا وده كم اب وده كم وابلود لكم ميجا، مش عارف، والترافيك 5% مثلا راحوا لسكايب ترافيك، ومش عارف 2% راحوا مش عارف للفي بي ان ترافيك. خلاص اللي ممكن تعمله ايه بقى لو انت شغال في الحقيقه على سيرفرات وبتاع؟ بص خليك صايع بقى، اعمل ايه؟ اعمل تيم ديفايس. حلو، اعمل تيم ديفايس على 2 انترفيسز او اكتر، وبعد ما تعمل التيم ديفايس خلي البريدج مربوط بالتيم مش مربوط بفيزيكال انترفيس واحد. وصلت؟ تاني خلي البريدج مربوط بالتيم نفسه مش بفيزيكال انترفيس واحد. طب ايه الفرق يا عم؟ الفرق ان لو فيزيكال انترفيس منهم وقع ايه اللي هيحصل؟ التاني هيقوم. كل اللي هتعمله زيادة وانت بتعمل البريدج سليف، بدل ما تخليه مربوط بالكارت نفسه خليه مربوط بالتيم ديفايس اللي انت عملتها. وصلت؟ ده اللي انت عايزه يا مهاب، وده اللي انت عايزه. ماشي، حد عنده اي مشكلة كده؟ طيب اخر حاجة بقى احب اصعقك واقول لك ان كل اللي احنا عملناه ده ممكن تعمله في ثواني، في ثواني، ها، عن طريق حاجة اسمها NMTUI. NMTUI دي عبارة عن يوتيليتي بتسمح لك تكونفيجر كل حاجة من انترفيس كده، بتقعد سيلكت شوية حاجات كده وتخلص كل اللي انت عايزه. خلاص ده مش جرافيكال، هي الباكج المسؤولة عن الانترفيس ده اسمها ديالوج. يعني لو جيت هنا كده عملت كويت كده كنت اقوله كده rbm-qa على grip-i، مش موجودة. طب التانية كان اسمها ايه؟ كان في باكج تانية كمان بتسمح لك تعمل الانترفيس ده، بس ديالوج دي اشهر واحدة، ما علينا يعني، ما علينا. المهم اعمل، عايز اكتيفيت كونكشن ولا تديت كونكشن مثلا، تعالى اديت كونكشن. الكونكشن هنا اللي اسمه، تعالى كده ديليت ده اساسا، هعمله ديليت هنا، وتعالى بي ار 0 هعمله ديليت. اهو تعالى كده اد كونكشن. عايز تاد ايه؟ عم نوع ايثرنت ولا بوند ولا تيم ولا فيلان ولا ايه بالظبط؟ ممكن اد كونكشن مثلا كده ايثرنت، والديفايس بتاعتك الديفايس اسم الديفايس كان ايه اصلا؟ تعالى كده اخرج بره الاول هشوف الديفايس اللي هتعامل معاه كان ايه. تعالى كده كنسل الكلام ده. اي اف كونفج هات الديفايس بنت اللذينة اللي احنا هنتعامل معاها دي اهي، NMTUI edit connection هاد connection نوع ايثرنت، وسميهولي يا عم البروفايل نيم، سميهولي وليكن مثلا وليكن تيست بروفايل، الديفايس اللي مربوطه بيها اهي، الاي بي فيرجن 4 configuration اوتوماتيك، تعالى كده نخليه مانيوال اهون،
وهقول له شو هنا الادرسز اللي انت عايزها، وليكن 192 168 101 دوت 200 سلاش 24. الجيت واي بتاعتك 192 168 دوت 101 دوت 2. الدي ان اس كمان اد دي ان اس سيرش دومينز، فاكر السيرش دومين؟ مثلا خليه لي مصطفى دوت كوم. في عندك اوتوماتيك كونكت، ايوه، وافيلابل تو اول يوزرز، ايوه اوكي كده خلصنا. كويت ان ام سي ال اي كونكشن، شو بص لي كده ايه اللي حصل، عمل الكونكشن اللي اسمه تيست وعمل له اكتيفيت وبقت الدنيا زي السكينه في الحلاوه، خدت بالك؟ طيب اي اف كونفج كده، ها بقى اب ولا لا؟ بقى اب اهو. طب تعالى كده نبنج عليه من بره، بص ايه اللي حصل، هو اصلا بدا يبنج لوحده اهو اساسا، خلاص. طيب يبقى احنا كده عملنا كونكشن. تعالى كده ان ام تي يو اي، طب فرضا يا عم انا عايز اعمل ايه تيست ده كده، اعمله ديليت دلوقتي، شكرا. عايز تعمل بريدج، عايز تعمل بريدج، قول له اد كده. هتضيف ايه يا عم؟ بريدج، بص كده البريدج بتاعك سميه لي يا عم بي ار 0، هربطه بالديفايس دي. لا مش دي خالص، اهي ماشي كده. البريدج سليفز هاد، ثانية واحدة كنسل الكلام ده، اطلع فوق تاني. الديفايس اللي هسميها بي ار 0، هسمي الديفايس بي ار 0 البريدج ديفايس. السليفز هاد السليف الايثرنت ده اللي اسمه هسميه بي ار 0 داش سليف، وانهي ديفايس مربوطه بيه؟ الديفايس دي. خلصنا كده؟ ايوه شكرا. ها ايه رايك؟ طيب نحط له اي بي بقى ونحط له كل الكلام ده؟ تعال نحط له اي بي هنا مانيوال شو هنا الادرسز 192 168 دوت 101 دوت 200 على 24. طبعا الشمعة عزباني لانها صغيرة قوي، او انا مكبر الخط زيادة عن اللزوم يعني، فبتعذبني معاها. مش محتاج اضيف جيت واي، مش محتاج اضيف اي حاجة. ممكن اقول له اوتوماتيك كونكت وافيلابل تو اول يوزرز، ايوه خلصنا كده. كويت كده اي اف كونفج. البريدج اتكريت ولا لا؟ ها البريدج اتكريت، خد الاي بي الحمد لله، خد الاي بي. ها بي بينج دلوقتي تاني، شفت؟ طيب بنفس الطريقه ممكن تعمل مين يا عم؟ النيك تيمينج ان ام تي يو اي. تعال نمسح البريدج بقى، ما عدناش عايزين البريدج ابن الكلب ده. يلا يا عم اتكل على الله. هاد، والمره دي هاد مين؟ هاد تيم ديفايس، وهسميها تيم زيرو، والديفايس برضو هسميها تيم زيرو. السليفز اللي عندها مين يا عم؟ السليفز تعالى ديسكونكت هنا عشان اجيب بس اسم الانترفيس 104 هو اي اف كونفج كده، هات لي اسم الانترفيس بتاعك اهو. هاد، وهقول له هاد ايثرنت، وايه كمان البروفايل نيم بتاعه وليكن تيم زيرو سليف واحد، والديفايس اللي مربوط بيها اهيا. خلصنا كده ايوه شكرا. وهاد كمان ايثرنت، وهسمي ده تيم سليف اتنين، والديفايس اللي مربوط بيها الديفايس التانية بتاعتي ان او خمسة ده اهيا. خلصنا كده شكرا. الجيسون كونفيجريشن بتاعك ده اللي انت هتحتاج تعمله ايه؟ تعدله صح؟
اعمل له ايديت كده. فاكر الجيسون كونفيجريشن؟ ها نفس اللي كنت بتكتبه قبل كده بالملي بالملي. فاكر فاكر اللي كنا بنعمله لسه من شويه؟ ها انا كنت عامل حركه صايعه قوي كده من شويه. او حتى تعالى نكتبه يا عم، تعالى نكتبه مش فارق والله معايا خالص في اي حاجه. ممكن اقول له كده هنا يا سيدي تعالى نفتح، ممكن اقول له ايه تعالى بدل ما تضيع وقت على الفاضي ال اس. فاكر كات كنا واخدين تيم كده تيم 0 داش كونفج. ممكن اقول له مين يا عم الرانر بتاعك ده؟ اهو 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 فاكر ده؟ فاكر ده يا ريس؟ خلصنا كده. بص مش ده الكلام اللي احنا كنا كاتبينه من شويه؟ في اي اختلاف؟ الاي بي فيرجن 4 بدل ما هو اوتوماتيك يا عم خليه لي مانيوال. الادرس 192.168.0، لا مش 0، 101.200/24 اهو. شكرا. اوكي بس خلاص كود كده ان ام سي ال اي كونكشن شو. ها التيم بتاعك ام. ايوه بص ايه اللي حصل. ملحقش ان انا ابص عليه اصلا راح عامل بينج. ها ايه رايك تعرف تكونفيجر اي حاجه دلوقتي؟ انترفيس تعرف تعمل له كونفيجر؟ طب بريدج تعرف تعمل له كونفيجر؟ طب تيم ديفايس تعرف تعمل لها كونفيجر؟ حط دي ان اس والسيرش دومين وكل الكلام ده. طب بص لي كده كمان لو جيت كات اي تي سي ريزولف دوت كونف. طب بينج كده على جيت واي. ها شغال. طيب تيم دي كنترول تيم زيرو ستيت شغال شغال. ها وضحت؟ حد عنده اي مشكله؟ طبعا انتوا حاسين ان انتوا يعني ايه يا عم اللي احنا كنا بنعمله ده؟ امال انا عندنا ضيع وقت بقى لنا 3 4 ايام وكونفيجر الاي بي ادريسنج وكونفيجر الدومين ومش عارف كل الكلام ده. معلش كان لازم اقول لكم عليها يعني، كان لازم اشغلك مانيوال واطلع عينيك وبعد كده اعلمك ان في طريقه سهله تخلص الكلام ده كله في دقيقتين اتنين بالظبط. عشان وانت بتترابل شوت هتشتغل مانيوال، وانت بتترابل شوت هتشتغل مانيوال. خلاص طيب عندكم النهارده تاسك في البيت، عندكم النهارده تاسك في البيت. التاسك بتاعتكم اللي موجوده في البيت، اول حاجه هتخلي عندك مكنه فيرتشوال ماشين عليها اربعه انترفيسز، واحد فيهم ايثرنت عادي، واحد فيهم ايثرنت عادي، التاني بريدج، التالت نيك تيم، ومربوط بالاثنين انترفيسز اللي باقيين. خلاص وعايز المود بتاعه يكون اكتف باك اب زي اللي احنا عملناه، ماشي كده. وعايز البريوريتي بتاع النيك تيم او الانترفيس الاول 50. خلاص كده في مشكله؟ يبقى انت كده عندك تاسك المفروض تعمل النهارده، زائد التاسك بتاع امبارح اللي انتوا ما عملتوهاش ومحدش فكر فيها، ازاي احط السيرش دومين على ها على الديفايس عندي، او مش على الديفايس على المكنه عندي. خلاص ده الواجب بتاعكم، وبكره اشوفكم بقى ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله احنا خلصنا النتورك مانجر بعد عذاب. مره ثانيه الواجب اربعه انترفيسز يكونوا على المكنه، واحده منهم ايثرنت عاديه باي بي عادي خالص من غير اي مشاكل، التانية بريدج، التالتة هتكون مربوطة باتنين انترفيسز عندك معمول عليهم نيك تيمينج اكتف باك اب، والبريوريتي بتاع الانترفيس الاول فيهم 50. بس كده ماشي كده. طيب اشوفكم بكرة ان شاء الله على خير، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.